وينضم إلينا في الاستديو أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني. مساء الخير دكتور محمد. الله يمسيك. وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، ما مدى تأثير التستر على اقتصاد البلد؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله الحقيقة يعني شكر جزيل للدولة على أنها أعطت مهلة للمتسترين أو المنشآت اللي لازالت يعني فيها تستر تجاري أنها تصحح وضعها من شهر أغسطس حتى يعني نهايته حيكون في 16 فبراير. التستر أعتقد أنه جريمة سرطان الاقتصاد، يسمى بالاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل. في كثير من المعاملات المالية اللي بتحدث الاستثمارية لكنها خارج الدائرة الاقتصادية، وبالتالي لا يستفيد منها الوطن ولا المواطن. لذلك هذا النوع من الاقتصاد الحقيقة خطير جدا. سببه الرئيسي هو التستر التجاري. تجد أن التستر يلعب دور كبير طبعا في تقليص فرص الوظائف والباحثين عن الوظائف، أيضا بيزيد من نسبة الحوالات الخارج المملكة، وبالتالي هذا بيؤثر في الكفاءة الاقتصادية. اليوم لما يكون عندك أموال بتطلع هي جزء مفترض أنها تكون في الاقتصاد المحلي، لأنه هي بتخرج خارجي طبعا من الأرباح اللي بيحققونها، مبالغ ضخمة، مبالغ كبيرة. حجم التستر التجاري اليوم عندنا في السعودية يعني ما بين 300 إلى 400 مليار ريال. 94% من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي هذه الأرقام كبيرة، لكن الدولة حريصة جدا أنه هي أعطت الفرصة من أجل التصحيح. وبالتالي إذا ما كان هناك تصحيح فأعتقد أنه المقبل ما حيكون حقيقة سهل على من يعني يتخذ من التستر، لا من حيث العقوبات الرادعة ولا من حيث استخدام حتى التقنية. اليوم نتكلم على أنه حيكون في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي حيكون إن شاء الله مساعد كبير جدا في تقليص يعني وضع التستر التجاري في المملكة. نعم، يعني البرنامج الوطني لمكافحة التستر طلع عدد من المزايا الذهبية. صحيح دكتور، أنت تعلم المتسترين لتصحيح أوضاعهم، برأيك ما المانع طيب المستثمر اليوم المستفادة؟ ما قلت لك اليوم الدولة يعني حقيقة فتحت الباب وقالت لكل من لديه منشأة أو عنده تستر تجاري تقدم في الفترة المسموح فيها، حيتم إعفائك من العقوبات في هذه الفترة، لن يكون هناك ضرائب دخل عليك بأثر رجعي، وكثير من المزايا اللي ممكن تحصل عليها، لكن بشرط أن أنت تصحح من وضعك. اللي يمنعك اليوم أنا أعتقد أنه أنت مصر على أنه تستمر، وهذا يعتبر جريمة. أنت قاعد الآن تخاطر الحقيقة في أمور كثيرة تؤدي إلى السجن، غرامات مضاعفة. حتى العملاء اليوم اللي بيتعاملوا معك يمكن هم حريصين جدا على أنهم يبلغوا عليك. ليه؟ لأنه بيحصل على 30%. يعني تخيل لو غرامة اليوم مليون ريال على يعني منشأة تجارية، 300,000 حتكون للمبلغ. وبالتالي أصبحت كل الأمور حقيقة الدولة بتعمل خلينا نقول بمنهجية واضحة في مسألة محاربة التستر التجاري، لأنه لها أضرار كبيرة. قلنا يمكن اليوم واحدة من المخاطر حقيقة التهرب الضريبي اللي هي مشكلة التستر التجاري. طيب الضريبة اليوم الهدف الأساسي من وجودها في الاقتصاد أنها تكون إيراد للدولة، إيراد غير نفطي، تعزز من الكفاءة الاقتصادية عندنا، المتابعة. وبالتالي مو معقول أن يكون لازال هناك تستر تجاري يعبث الحقيقة في الاقتصاد المحلي، ويكون اقتصاد ظل بعيد عن الاقتصاد طيب الواقعي. طيب هل هو سبب أيضا مباشر في خلق منافسة غير مشروعة، وأيضا زيادة في حالة الغش التجاري؟ طبعا اليوم المنتجات اللي بتخرج من هذه المنشآت فيها خطورة عالية جدا. يعني خذ أي قطاع من القطاعات، قطاع المقاولات على سبيل المثال، يعني تخيل المنتجات اللي هو بيقدمها يعني خطيرة. أضف إلى ذلك أنه حتى في مسألة اليوم الفرصة اللي أعطيت للمتسترين يعني شملت كل القطاعات. يمكن حتى أغلب المتقدمين اللي هم طالبين اليوم التصحيح قطاع التجزئة، قطاع الجملة، قطاع المقاولات، قطاعات مختلفة ومتعددة في مهن. هذه كلها الحقيقة نقول إن شاء الله أنها طريق أنه إحنا نقلص من نسب التستر التجاري اللي بيعاني منه العالم أجمع. يعني إحنا جزء من هذا العالم، وبالتالي القضاء عليه 100% ربما تكون مسألة فيها صعبة. صعوبة، لكن العمل من تقليل نسبه في الاقتصاد إن شاء الله يعني ممكن.